حياكم الله أحبتي المشاهدين بهذه التغطية المباشرة من قناة الأيام الفضائية. تمر علينا الذكرى الثالثة لمعركة سيف القدس التي خاضت فيها المقاومة معركة شرسة مع الكيان الصهيوني على مدى 10 أيام، وكانت من 10 آيار 2021 ولغاية 21 آيار 2021. إن سيف القدس لم تظهر قدرات المقاومة فحسب، بل أظهرت هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأسهمت بتأسيس مرحلة جديدة فكريا وعدت جيل جديد يؤمن بالمقاومة. إذا أحبتي المشاهدين، سنناقش هذا الموضوع مع ضيوف الكرام. أرحب بالأستاذ حسين الكناني، عضو شبكة الهدف، أهلا وسهلا بك. وأيضا ينضم معي الدكتور محمد الكحلاوي، خبير أمني وعسكري، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. وسينضم معي لاحقا عبر سكايب الدكتور أمجد شهاب، ناشط وأستاذ العلوم السياسية من فلسطين، أهلا وسهلا بكم. بداية نتحدث عن معركة وعملية سيف القدس مع الأستاذ حسين الكناني. أستاذ حسين، حدثني عن مدى أهمية هذه العملية، وهل حققت أهدافا مرجوة وفعلا كانت هي ضربة موجعة للكيان؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. لا ريب أنه المقاومة الفلسطينية وعموم محور المقاومة مر بكثير من المراحل، هذه مراحل مواجهة مع الكيان الصهيوني، وسيف القدس بالنسبة للقضية الفلسطينية كانت تعتبر الرسالة الأولى التي برزت فيها المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية باستراتيجية مواجهة تختلف تماما عن الاستراتيجيات السابقة. كانت المقاومة الفلسطينية في الفترات السابقة تستخدم بعض الأسلحة التي لطالما عهدها الكيان الصهيوني، وبالتالي لا تشكل بالنسبة لمنظور أو من منظور الكيان الصهيوني لا تشكل خطرا أو تهديدا استراتيجيا بالنسبة للكيان الصهيوني. لكن سيف القدس برز أن هنالك استراتيجية وهنالك خطة حرب مدروسة بشكل كبير. أيضا المفاجآت التي كانت يعني استخدمت بشكل تكتيكي أيضا للمواجهة أحرج الكيان الصهيوني وانعكس بشكل كبير داخل الكيان، يعني أمام الإسرائيليين أنفسهم وحتى الانهزام والانكسار داخل جيش الاحتلال. هذه الرسائل كما ذكرنا يعني ملخصة بكثافة نيرانية، بالإضافة للمفاجآت التي استخدمتها هذه الفصائل وأسلحة لأول مرة تستخدم. تفاجأت إسرائيل بهذه الأسلحة، أيضا يعني الأنفاق والخنادق التي استخدمت شكلت حرجا كبيرا بالنسبة للكيان الصهيوني. نعم، المعركة لم تدم طويلا، لكن كانت هنالك رسائل واضحة. قد تكون هذه الرسائل الآن الكيان الصهيوني يتعامل معها بطوفان الأقصى، أيضا كانت من نتائجها، كانت مقدمة لطوفان الأقصى. الطوفان الأقصى أيضا نقل المواجهة مع الكيان الصهيوني من الدفاع إلى الهجوم، وأسقط بالفعل ما يسمى بمحيط غزة، أكثر من 50 مستوطنة، أكثر من 50,000 وحدة سكنية، وبالتالي تقريبا مدينة كبيرة. كان الكيان الصهيوني يعتقد أنه هذه الحدود الديموغرافية، هذه المستوطنات، هؤلاء هذه المستوطنات التي تأخذ امتيازات كبيرة، كان من المفترض أن تكون صد الدفاع الأول. أيضا بالإضافة للأسلاك الشائكة والجدران المانعة التي تتمتع بأقصى درجات الحماية، كلها لم تصمد نتيجة العملية النوعية التي في طوفان الأقصى التي قامت بها عملية مدروسة وتكتيكية. نعم، بصورة. نعم، دقيقة. ننتقل للدكتور محمد. دكتور محمد، نحكي بموضوع الأمور الأمنية والعسكرية، يعني هنا مثل ما تفضل أستاذ حسين أنه تفاجأ الكيان بمدى قوة المقاومة وشلون كانت بعملية نوعية وعسكرية استطاعت أن تحقق أهدافا، شلون تقرأ هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم الأستاذ حسين ولضيفك عبر السكايب ولمشاهدي قناة الأيام. سيدتي، نحن نعلم أن الأمور العسكرية هي أمور تكتيكية أكثر ما تكون هي أمور روتينية وغير يعني متسلسلة.
لذلك نجد أن هناك بدرة أو كانت هناك ومضة انطلاقة في عام 2014، وكانت هذه هي إحدى الخطوات الأولى للمقاومة التي كانت دافع قوي ومحفز أن تكون هناك ضربات أخرى. نحن نعلم أن كانت هناك عملية كر وفر بين المقاومة الفلسطينية من منظمة التحرير وغيرها وأمل وغيرها، كانت هذه تضرب في أماكن معينة وتنسحب في نفس الوقت، ولم تكن هناك مواجهات، وإنما هي عمليات نستطيع أن نقول عليها عمليات يعني فدائية مو أكثر. لكن بعد ما جاءت عام 2014، وكان لا ننسى أن هناك معركة قامت في شمال فلسطين بين حزب الله والكيان الصهيوني عام 2006، وكانت هذه مشجعة، لأن هناك أسلحة متطورة كانت في أيدي المقاومة الإسلامية في يد حزب الله، وهذه أيضا حافز قوي أن يدفع بالمقاومة الإسلامية في فلسطين والفلسطينيين في خاصة في غزة. وكانت هي هذه تعبير حقيقي عن ما يجول ويدور في العملية العسكرية، لأنه كان هناك تعدي على في منطقة شيخ جراح، وهذه إحدى الأمور التي دفعت المقاومة على أن تكون لها ضربة موجعة للكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني، وأيضا تعديهم على المسجد الأقصى، وهذه هي أمور دفعت على أن تكون هناك حافز على أن نجمع أكثر عدد ممكن من الأسلحة التي تكون مؤثرة. نحن نعلم أن الصواريخ البالستية التي هي تستخدم من قبل المقاومة الإسلامية وأيضا الطائرات المسيرة، هذه كلها هي هناك من يزود المقاومة فيها، وأيضا لديهم خطط استراتيجية مستقبلية. نحن لا نتحدث عن الفترة الحالية أنه هي تنتهي في هذه المعركة التي دامت 7 أشهر هي يعني طوفان الأقصى، لا، هناك معارك سوف تستمر، لأنه هناك من يدفع بهذا المجال، وأيضا هناك أسلحة متطورة سوف تدخل إلى المعركة، هذه الأسلحة سوف تحسم المعركة وتكون لصالح المقاومة. نعم، عملية يعني سيف القدس أستاذ حسين يعني نوعا ما كانت لها مثل ما ذكرنا أهداف مرجوة وبأيام قليلة، ومثل ما ذكرت أنه هي مهدت نوعا ما لعملية طوفان الأقصى. هل عملية سيف القدس شجعت المقاومة والفلسطينيين أنه هم يستمرون بهذه العملية؟ ونحن نعرف الآن مر أكثر من 7 أشهر عن عملية طوفان الأقصى، وإلى الآن المقاومة تقاوم والشعب الفلسطيني يقاوم والكل يساند فلسطين. المقاومة الفلسطينية كما ذكرنا يعني مرت بمراحل بالمواجهة مع الكيان الصهيوني، ونحن الآن يعني المقاومة الفلسطينية الآن بقيادة جيل قد يكون من أفضل الأجيال التي لديها القدرة والإمكانية وتعرف جيدا الكيان الصهيوني ويعني السنوار والكثير من القيادات الكبيرة التي الكثير من هؤلاء هم معتقلون، كانوا معتقلون بسجون الاحتلال وخرجوا ضمن صفقات لتبادل الأسرى. المقاومة الفلسطينية كما ذكرت لديها مراحل يعني تطوير المواجهة مع الكيان الصهيوني، وأيضا استفادت من محور المقاومة بشكل كبير، أيضا خبرات حزب الله، وطبعا الفضل كله يعود في نهاية المطاف إلى الجمهورية الإسلامية، يعود إلى الأفكار التي تبنتها الكثير من قيادات حزب الله، نقل التجربة اللي موجودة لحزب الله إلى هذه الفصائل، أيضا التغيير النفسي والفكري للفصائل الفلسطينية والمراهنة على المقاومة بدل المراهنة على يعني الكثير من القيادات الفلسطينية، الكثير منهم أو الأغلب هو ما زال يراهن على محادثات التسوية الاتفاقيات، ما زال يراهن الكثير من هؤلاء يراهن على الدول العربية أمريكا والكثير من الدول الأوروبية التي ما زالت تعمل عمل الوسيط. لكن جزء من الشعب الفلسطيني وجزء من هؤلاء القيادات بدأوا يغيرون من سياستهم يعني وإدارتهم لمحور المواجهة مع الكيان الصهيوني،
وبالتالي بدأت سلسلة من تغيير ويعني إدخال أسلحة جديدة بالمواجهة. بالتالي عندما كانت المواجهات الأولى عرفوا جيدا أنه هذا الطريقة بالمواجهة الكيان الصهيوني ليس لديه القدرة على يعني على الانتصار و يعني أن يحقق أي هدف عسكري أو سياسي معها. في نهاية المطاف نحن الآن كما ذكرنا ثمرة من ثمار هذا التغيير بالمواجهة، وبالتالي اليوم يعتبر الكيان الصهيوني كما ذكرنا هو رسالة سيف القدس. قد يكون أكثر جهة عرفت خطورتها هو الكيان الصهيوني، لأنه خلال المواجهة ما استطاع أن يحقق أي هدف من الأهداف، بالإضافة للتنوع الأسلحة والمفاجآت. الآن المواجهة نحن الآن بعد مضي أكثر من 7 أشهر حتى هذه اللحظة لم يحقق أي هدف، مع وجود دعم كبير للكيان الصهيوني على مستوى الولايات المتحدة كذلك الدول الأوروبية، بالإضافة لبعض حتى الدول العربية ما زالت يعني تحابي وتساند بشكل واضح وتحمل المقاومين الفلسطينيين مسؤولية ما حصل يعني لأهالي غزة من خلال عمليات القتل وعمليات الإبادة والجرائم التي ترتكب. حتى الآن الكيان الصهيوني هو بصدد أن يعني يحاول أن يرهب الفلسطينيين من خلال عمليات القتل والقتل الوحشي، ولأنه عجز عن مواجهة الفلسطينيين، عجز أن يواجه المقاومة بهذه الطريقة وهذا أسلوب القتالي، بالتالي ذهب باتجاه المعاقبة. هو الآن يعاقب قاعدة المقاومة، الحواضن الشعبية، هو من خلال عمليات الأحزمة النارية، عمليات القتل، عمليات الاستهداف، كلها هي عقوبة وليست مواجهة مع فصائل المقاومة. أستاذ حسين ودكتور محمد سينضم معنا ويشاركنا الحديث دكتور أمجد شهاب عبر سكايب، الناشط وأستاذ العلوم السياسية من فلسطين. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك، تحياتي لكم. دكتور، اليوم احنا نعيش الذكرى الثالثة لعملية سيف القدس، واليوم ايضا فلسطين تعيش عملية طوفان الأقصى. الربط بين العمليتين؟ بعتقد بشكل واضح جدا، بعتقد هناك أزمة مفاهيم حقيقية. الصوت غير واضح. نعم، لا أعرف، هل تسمعوني جيدا؟ نعم، تفضل. نعم، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة محاصرة بحر جو وبر، وهناك عمليات إبادة، هناك عمليات تدمير ممنهج، هناك استراتيجية كبيرة لتهجير السكان وتجويعهم. يعني تقريبا 5 أيام لم يدخل أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة، لا من الشمال ولا من الجنوب. نعم. أعتقد أن الأمور محور قطاع غزة مهم جدا، والتضحيات التي قامت بها المقاومة في قطاع غزة وأيضا في جنوب لبنان وأيضا في اليمن أعتقد مهمة جدا أن يتم استثمارها، ولكن هناك خطورة أيضا بما تقوم به إسرائيل من عنف ومن مجازر يوميا بهذا الشكل الغير محود من أجل انتزاع انتصار ميداني، ولكن هم يخططون بتصفية قطاع غزة وأيضا بتحول إلى جنوب لبنان لأهداف أيديولوجية، لأهداف صهيونية، يتمتعون بدعم مالي وبدعم اقتصادي وبدعم عسكري غير مشروط من الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة. أعتقد هنا الموضوع هنا ليس موضوع تراكم نضالات بقدر موضوع أن الوضع وضع صعب جدا، يعني ليس بالسهولة أن نتحدث بأن الأمور جيدة في قطاع غزة، الأمور ليست جيدة في قطاع غزة، وأن هناك مذابح يوميا يتعرض لها السكان والمدنيين رغم الصمود الأسطوري والإعجازي، ولكن إذا لم يتحرك العالم العربي والإسلامي في إنقاذ قطاع غزة أعتقد أن الأمور ستكون صعبة. نعم. في الأيام القادمة، نعم، يعني كل ما تم من عمليات ومن مواجهات على مدار تقريبا 100 عام، نعم، نتحدث منذ عام 1917 مع وعد بلفور وكل الانتفاضات التي قام بها الفلسطينيين في ثورة حائط البراق، ثورة فلسطين الكبرى في 1936، ونتحدث أيضا عما حدث من مهازل في مواجهات مع الأنظمة العربية في 1956، في 1967،
في ال 73 في ال 78 في 82 وايضا الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه، اعتقد حان الوقت لدراسه فعليا لدراسه الموقف وايجاد اين توجد نقاط الضعف، وايضا التعامل بطريقه ممكن من خلالها انقاذ المقاومه وانقاذ كل من ضحوا حتى الان من اجل الحريه ومن اجل حق تقرير المصير. ولكن اذا استمرت الامور بهذا المنهاج رغم التضحيات التي تدفع في داخل فلسطين وايضا في خارج فلسطين، هناك جبهه بجنوب لبنان وايضا هناك تضحيات كبيره يقوم بها الشعب اليمني ايضا، ولكن للاسف الشديد يجب ايضا الحفاظ على كل هذه الانجازات، ليس بالاعتقاد بان الامور ربما تكون ايجابيه والجميع يتمنى ان تكون ايجابيه، ولكن هناك خطوره بحجم وامكانيات المحتل التي يستخدمها ضد بقعه جغرافيه صغيره يتم من خلال تدمير كل شيء، كل مقومات الحياة، وهذه خطورة كبيرة جدا. يجب وقف إطلاق النار بأي طريقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة. وهذا مهم جدا. نعم دكتور محمد، استمعنا لحديث الدكتور أمجد، ذكر أنه رغم الصمود والقوة التي تتمتع بها فلسطين، لكن هناك عمليات تقوم بها الكيان، هي يعني يحاولون يستهدفوا النساء، الأطفال، الشباب. ورغم ما تحدثنا بحوارنا أنه ما يتحقق ويحقق الكيان أهدافه المرجوة، لكن يحاول يحقق ويعني يشفي غليلة من خلال استهدافه للأطفال والنساء. ماذا تحتاج فلسطين الآن؟ طبعا لو تحدثنا عن هذا الموضوع لنأخذ مجال أكثر، لأنه دائما إحنا نقول عملية استهداف المدنيين هي عملية إرهابية، سواء كانت في فلسطين سواء كانت في أي منطقة من مناطق العالم. لذلك هو الكيان الصهيوني يستخدم عملية الترهيب وعملية الإقصاء وعملية التدمير للبنى التحتية لكي يحاول أن يكسر شوكة المقاومة في فلسطين، لكن هذا لن يحد من عزمهم ولم يعطي بادرة للتراخي، وإنما هذا يعطي بادرة للقوة والاندفاع أكثر. وهناك من يساعد في هذا، لأنه الشباب أخذوا على عاتقهم أن يكونوا هم المقاومين الحقيقيين للخلاص من الكيان الصهيوني وفرض شروطهم حتى المفاوضات، كان يعني فرضوا نفسهم على أن يكونوا هم ضمن المفاوضات التي تقام مع الكيان الصهيوني لكي يفرضوا شروطهم. هناك مسألة، هذه سيف القدس هي وحدت أبناء الشعب الفلسطيني، هي وحدت فيما بين غزة وبين الضفة الغربية، وأيضا الشتات الموجود في العالم كانت لهم يعني التأثير الفعال في بث روح المحبة والأخوة فيما بين أبناء الشعب الفلسطيني وأيضا الأمة العربية والإسلامية. وكانت هناك مظاهرات تضامنية في كل دول العالم، وهذا كله كان هناك ضغط من قبل يعني كان هناك حوالي 40% المؤيدة للحكومة الإسرائيلية و 60% غير راضين وغير مؤيدين في عملية سيف القدس، لأنه كانت هي مفاجأة كبيرة، وأيضا كان لها الامتداد. ولهذا السبب نجد أن هناك هذه الأسلحة، أنا تحدثنا عن الأسلحة وقلنا الأسلحة هي لها الدور الفعال، لأنه لولا تلك الأسلحة لما كانت هناك مقاومة حقيقية. مجرد أن تكون بندقية، وهذه البندقية ليس لها تأثير، لكن هناك صاروخ، هناك طائرة مسيرة، هناك صواريخ باليستية، هناك صواريخ أرض أرض أرض، وهذه كلها، وأيضا هذه الكاتيوشا وغيرها أيضا فعالة. هناك بعض الصواريخ التي أو بعض الألغام التي تفجر الميركانة، هذه التي كانوا يتبجحون بها الإسرائيليين ويقولون لدينا يعني دبابة قوية، وأيضا القبة الحديدية التي فشلت في صد هذه الصواريخ وهذه المقاومة يعني من قبل المقاومة الإسلامية عفوا. الطائرات والصواريخ لم تتصدى لها بالصورة الحقيقية، لأنها لم تعطي حجمها، كان حجمها الهائل والهالة الكبيرة عن القبة الحديدية، لكن جاءت هذه الأسلحة
أفشلت هذه القبة الحديدية وبينت أنه هذا الكيان هو كيان واهن وأيضا كبيت العنكبوت، في أي لحظة من اللحظات هذه الخيوط تتفتت وتتلاشى، لأنه عزم المقاومة وعزم أبناء الشعب الفلسطيني وعزم حتى المدنيين والمقاومة. تجد امرأة أم أولاد يستشهد أولادها وتقول الحمد لله، وهذا كبير جدا، دافع كبير للمقاومة أن تكون هي متصدية للعملية القتالية مع الكيان الصهيوني. نعم أكيد، إحنا نشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عن الإعلام الفلسطيني كيف ينقل لنا صور فعلا تكون مؤثرة وكلها إيجابية، من نشوف طفل أو امرأة أو شاب يقول لك أنا ما أترك بلدي وما أترك أرضي، مهما يحدث أنا خلص أنا موجود هنا وراح أقاوم لآخر نفس. وهذه فعلا رسائل تبعث لي الكيان أنه إحنا مهما فعلتم إحنا صامدون. لكن إحنا نريد نعرف دائما ما يكون هدف الكيان القدس والمسجد الأقصى على مر السنين، لماذا هذا الإصرار؟ الاستهداف المسجد الأقصى لما يمثل من رمزية للعالم الإسلامي، أولى القبلتين وبالتالي فيه مكانة كبيرة عند المسلمين ويعتبر رمز. الكيان الصهيوني غير في جغرافيا والكثير من معالم فلسطين خصوصا الإسلامية، وحول الكثير من المساجد الداخلية إلى كافيهات وخمارات والكثير خصوصا، وما زالت طبعا لحد هذه الساعة يحاول الكيان الصهيوني طمس والقضاء على فلسطين. طبعا هو عادة ما يطرح مسألة قضية حل الدولتين، وطبعا بغطاء أمريكي، كل هذا كذب. هنالك هدف يحاول الكيان الصهيوني أن يسعى إليه وتصفية القضية الفلسطينية، ومن خلال محاولة الضغط هذه العملية الأخيرة طوفان الأقصى واضح استراتيجية العدو. هو بعد أن تيقن ليست لديه القدرة على مواجهة هذه الفصائل، وهذه الفصائل قد تشكل خطر كبير على وجوده، حاول أن ينفذ مشروع التهجير القسري للفلسطينيين من خلال ابتداء بداية المواجهة دفع أهالي غزة وهم بحدود أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني، الدفع إلى شمال غزة قرب رفح، والآن هو بصدد عملية عسكرية برفح باعتبار أنه لم يستطع أن يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلن عنها في الفترات السابقة. هو كان لديه هدف هو القضاء على حماس، ويوم أمس كانت هنالك عمليات استهداف وصواريخ من شمال غزة، واليوم الكيان الصهيوني وقيادة القيادة العسكرية ذكرت أنه حماس عادت تنظيم صفوفها ونحن في المربع الأول، بالتالي تيقن العدو أنه ليست لديه القدرة أو إمكانية القضاء على حماس، بالتالي لا خيار أمامه هو سوى تهجير الفلسطينيين، الضغط على الفلسطينيين من خلال القضاء على أي البنى التحتية، مستشفيات. يعني هو الآن يقوم بسياسة تجويع للفلسطينيين والضغط باتجاه تهجيرهم إلى سيناء. طبعا مصر وموقف مصر سواء يتعلق بالأمن المصري، الأمن الوطني المصري، لأنه انتقال هؤلاء الفلسطينيين يتعارض مع حقوق الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين أمام ضغط كبير من خلال الآلة العسكرية وآلة البطش والجرائم والجوع، كل هذا يدفع بالضغط على الفلسطينيين بالذهاب باتجاه رفح. الآن بعد أن تيقن العدو أن الفلسطيني ليس بصدد ترك الأرض، حاول أن ينشئ ميناء ورصيف عائم، وبالتالي هذا الرصيف العائم الآن بدأت الهجرة عكس كانت بداية المواجهة، يطلب من الفلسطينيين الذهاب باتجاه الشمال، الآن باتجاه رفح، الآن يطالبهم بالذهاب باتجاه البحر، يعني قرب الميناء العائم الذي أنشأته أمريكا. طبعا هذا يرتبط بالذهاب مباشرة إلى قبرص، وهي محاولة الضغط على الفلسطين حتى تبدأ عملية الهجرة وتبدأ عملية إخلاء يعني غزة من ساكنيها، حتى يستطيع أن يعني يقضي على هذه المقاومة. هو يتصور أنه إذا خرج بضع آلاف
سوف يقضي على على الفلسطينيين او على المقاومه الفلسطينيه، لكنه واهم، والمقاومه الفلسطينيه تعي جيدا هذه المخططات وتعرف جيدا خطوره هذه المخططات على القضيه الفلسطينيه، حتى الشعب الفلسطيني. عمليات الجرائم والاباده التي ترتكب هي عقاب للفلسطينيين لانهم دعموا المقاومة وكانوا من الحاضرين، يعني حواضن استهداف الحواضن الشعبية يعتقدون أنه من خلاله سوف يمكن أن تحقق الكيان الصهيوني أهدافه عليهم. في نهاية المطاف أعتقد أنه سوف يفشل، وهذا يعني تيقناه من خلال صمود الشعب الفلسطيني حتى هذه الساعة. نعم، خلينا ننتقل إلى دكتور أمجد. دكتور أمجد تسمعني؟ نعم. دكتور أمجد، نتحدث بعملية سيف القدس أكثر، وكيف هي مهدت لعملية طوفان الأقصى؟ يعني ماذا أعطت للمقاومة، للشعب الفلسطيني؟ لأن احنا نعرف بعملية سيف القدس كانت هي عملية أيضا كبيرة، وأيضا كان هناك دعم دولي ومظاهرات ودعم شعبي كبير لهذه العملية. وقت العزيز، عملية سيف القدس للأسف الشديد يعني العالم العربي ترك غزة لوحدها. كانت من أهم أهداف عملية سيف القدس هي وقف الاعتداءات والتدنيس مسجد القدس، وأيضا رفع الحصار على قطاع غزة. نعم، للأسف الشديد هذه العملية أيضا تم التآمر على أهل قطاع غزة، وتم الاستمرار في الحصار، واستمرت الاعتداءات على المسجد الأقصى حتى يومنا. مسجد الأقصى يتعرض لمحاولات هدمه بوجود نصف مليار عربي واثنين مليار مسلم، وهي حالة تدعو للإشمئزاز، وجود اثنين مليار مسلم مقابل ست ملايين يهودي يعيتون فسادا في فلسطين. يعني الشعارات لن تفيد كثيرا إذا لم تتحرك هذه الشعوب، ولن تفيق من غفلتها في تحدي هذه المؤسسة. نحن لسنا بحاجة في كل مرة أن نوصف ماذا يخطط له الكيان، نحن بحاجة أن نفكر كيف ممكن لنا أن نحافظ على هذه التضحيات من أجل وقف هذا العدوان. طيب كيف ممكن نحافظ على هذه التضحيات؟ نعم، في هذه اللحظات نتحدث فيها الآن، المجازر ما زالت مستمرة ضد أطفالنا وضد نسائنا وضد مساجدنا وضد كرامتنا وضد تاريخنا. الأرض تستباح، الاستيطان مستمر، وهناك من يعتقد بأن هناك استراتيجية الاعتماد فقط على المقاتلين في فلسطين وفي جنوب لبنان وفي صنعاء، هذا ليس كافي بالنسبة للاحتلال الذي يحصل على دعم خارجي أكبر بكثير مما نحتاجه. هناك يجب انقطع الاتصال أكيد يا دكتور أمجد إشهاب. نستمر بحوارنا مع دكتور محمد. دكتور محمد، ماذا تحتاج فلسطين؟ أولا نحن نعلم أن المقاومة الفلسطينية هي لم تكن وليدة اليوم، وهي مستمرة منذ عشرات السنين، منذ يعني سبعة عقود. أول ما انبثقت أو احتلت فلسطين كانت هناك مقاومة، وهذه المقاومة هي تتجدد عبر الأيام وعبر السنين. ونحن بحاجة إلى وقفة تضامنية، وقفة حقيقية من قبل الشعوب العربية والإسلامية وحتى العالم، كما قامت جنوب أفريقيا وقامت برازيل وفنزويلا وغيرها من الدول في أمريكا الجنوبية للتضامن مع فلسطين. وحتى قبل أيام يعني بعض الدول أشارت إلى أنه سوف يعترفوا بفلسطين ككيان كامل ضمن الأمم المتحدة. نعم. وهذا أيضا انتصار للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. إذن نحن نحتاج إلى وقفة تضامنية، بالإضافة إلى هذا تحتاج المقاومة إلى دعم لوجستي. هذا يكون لا يقف، يكون مستمر ومتواصل من قبل الخيرين في دول العالم وأيضا في الدول العربية، وأيضا لا ننسى موقف الجمهورية الإسلامية التي هي كانت يعني الفاعل القوي والفاعل المؤثر، وأيضا ساعدت وساهمت حتى في قصف إسرائيل، وكان المتبجحون يقولون إنها هذه مسرحية ولن تقصف، ولكن فعلتها. وأنا كتبت في هذا الموضوع وقلت
الرايات السود بانت من الشرق ووصلت إلى فلسطين، وهذا كان موضوع يعني نشر على الألواح الطينية. إذن هناك من يدفع بهذه المقاومة، وأيضا نحتاج إلى أن يستمر هذا الدعم لكي لا تنكسر المقاومة وتبقى مستمرة وديمومتها ونجح. وهذه مسألة جدا مهمة، هناك ذكرها الأستاذ حسين أنه الإسرائيليين لم يحققوا شيء خلال هذه الفترة الماضية، بل كان خسارة وانتكاسة لحكومتهم ولحتى آلتهم العسكرية، لأنها لم تحقق شيئا، فقط أنهم تعدوا على العوائل، على الناس البسطاء، على البنى التحتية، وهذه الأسلحة التي تتبجح بها تعتبر إسرائيل من أقوى الجيوش في المنطقة من حيث السلاح والعدة والعدد. ولهذا السبب نجد أنها لم تستطيع أن تصل إلى مآربها في القضاء على المقاومة في غزة، فقط في غزة لا ننسى هناك أماكن أخرى لم يستطيعوا أن يحققوا فيها شيء، شمال فلسطين، وأيضا لا ننسى الأخوة في اليمن الذين دخلوا إلى المعركة وهم كانوا خارجين من معركة سابقة. نعم. وهذا أيضا حافز قوي يدفع المقاومة الإسلامية أن تكون مستمرة. نعم. يعني والشعوب الإسلامية أيضا تحاول أن تساند هذه المقاومة وهذه القضية لكي تنتصر، لأنه إن كان هناك أي إرباك وأي تراجع سوف يقضي على القضية الأصلية والقضية الحقيقية. نعم. هي القدس، سوف لا تعود إلى واقعها الإسلامي وتبقى تحت السيطرة اليهودية، وهذا ما لا نرضاه. إذن نحتاج إلى دعم حقيقي، دعم معنوي ودعم لوجستي. إذن الأسلحة التي هي موجودة يجب أن توظف للمقاومة والتصدي للتدخلات الإسرائيلية ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني وإخراجه من مكانه ومن بلده، وهذا ما لا يرضاه الضمير الإنساني ولا حتى الضمير الإسلامي الذي هو من الممكن أن يكون هو الدافع الحقيقي للوقوف مع المقاومة في فلسطين. نعم أستاذ حسين، تطرق دكتور محمد أنه عملية طوفان الأقصى وسيف القدس بينت مدى هشاشة وأنه ضعف الكيان، وأيضا جاءت عملية الوعد الصادق كملت على هذا المصطلح وبينت أكثر مدى اهتزاز الكيان وضعفه، أنه استطاعت عملية الوعد الصادق أن تصل إلى عمق الكيان. كيف نجد أنه الكيان هو ضعيف وهش لكن إلى الآن مستمر بهذه الإبادة الجماعية ويحاول يستهدف يعني البشر بطريقة جدا مزعجة للشاهد واللي يستمع هذا الشيء؟ شلون احنا نقدر نحقق انه انتصار اكبر، وكيف ممكن احنا نحد من العملية اللي يقومون بها الكيان على فلسطين؟ احنا استمعنا للدكتور امجد ذكر انه فلسطين تحتاج الى اكثر، تحتاج الى دعم، تحتاج الى مساعدات، اذا هناك مساعدات ربما تكون قليله اللي تدخل للشعب الفلسطيني. عندما يتم المقارنه بين الدعم الذي تحصل عليه اسرائيل ودعم الفلسطينيين نجد هنالك فرقا كبيرا. اسرائيل هو مشروع غربي فتره من الفترات كان برعايه بريطانيه، والان انتقلت الرعايه امريكيه. ولاحظنا مع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية وأيضا استهتار الكيان الصهيوني بكل القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة وغيرها، نجد هنالك دعما لا محدود وغير مشروط من قبل الولايات المتحدة. بالتالي الكيان الصهيوني تارة نقول إنه هذا الكيان كيان ضعيف وهش، لكن لولا يعني متى يكون هذا الكيان ضعيفا وهشا؟ في حال توقف الدعم الغربي والأمريكي عن هذا الكيان، بمجرد ما أنه يتم رفع الغطاء والدعم اللامشروط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية سوف لا يكون لهذا الكيان أي وجود وأي بقاء، لأنه عوامل بقاء ووجوده مرتبطة ارتباط عضوي بمشاريع الغربية ومشاريع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. الفلسطينيين مع الأسف يعني منذ بداية ما يسمى النكبة لاحظنا هنالك تخاذل،
وايضا هنالك يعني بيع للقضية الفلسطينية على حساب بعض مصالح بعض الأنظمة العربية، وانخرطت الأغلب هذه الدول بقطار التطبيع والضغط من قبل والإغراء طبعا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نشاهد كل الدول المطبعة تتمتع بالدعم السياسي الإعلامي المالي بعيدة عن المشاكل السياسية، بخلاف الدول التي ترفض التطبيع نجدها تعاني من أزمات أمنية سياسية اقتصادية عقوبات، كل هذا بسبب السياسة التي تتبعها الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم من لا يريد أن يكون من المطبعين يجب عليه أن يتحمل كل التبعات والآثار التي سوف تترتب على عدم الاعتراف بهذا الكيان. ومن هنا نقول عندما نصف هذا الكيان على أنه كيان هش وضعيف، طبعا بلحاظ عدم وجود الداعم الأساسي. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي شرطي العالم، هي المهيمنة على أغلب دول العالم ودول كبيرة على أوروبا، يعني بما تمثله من دول كبيرة على دول حتى الصين مع إمكانياتها الكبيرة الآن هي تخضع لعقوبات أمريكية، روسيا تخضع لعقوبات أمريكية ومؤثرة بشكل كبير على اقتصادياتها وأمنها. بالتالي نحن عندما نقول أن الكيان ضعيف وهش بلحاظ عدم وجود الدعم، لكن مع وجود هذا الدعم الكبير نرى الآن الدعم الذي يحصل عليه هذا الكيان، أحدث أنواع الدبابات، أحدث الأسلحة، جسر جوي مستمر من الأسلحة الفتاكة التي ترسل من ألمانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، والكثير من الدول ما زالت تزود هذا السلاح، هذا الكيان بالسلاح. وبالتالي الجرائم أيضا طلق اليد إطلاق اليوم هو مطلق العنان، يده مطلقة لقتل الفلسطينيين. لا توجد أي دولة بالعالم ممكن أن تستهتر بدماء الأبرياء بهذه الصيغة وبهذه الطريقة إلا إذا كانت لديها دعم من قبل دول مسيطرة. لاحظنا يوم أمس كيف أنه مندوب الكيان الصهيوني مزق ميثاق الأمم المتحدة الأمريكية أمام مرأة ومسمع كل دول العالم. هذا مجاهرة واضحة بالعداء والاستهتار وعدم الاعتراف بالقوانين الأخلاقية الإنسانية الدينية. هو ينفذ مشاريع مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اليوم الفلسطينيين وكذلك القضية الفلسطينية لو خليت طبعا مع المطبعين ومع الدول الكبرى لتم تصفية القضية الفلسطينية، لكن بوجود الشرفاء وبوجود المقاومين وبوجود محور المقاومة الآن تعتبر جبهات الإسناد الرقم الصعب أمام المواجهة. الآن بعد مضي أكثر من 7 أشهر لم تحقق للولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الأوروبية حتى مسألة اليوم حصار فرض على الكيان الصهيوني. أول مرة بتاريخ الكيان الصهيوني يفرض عليه حصار. اليمن والجنوب وجنوب لبنان والعراق، كل هذه دول ساندة. بالتالي نحن أمام بداية نهاية الكيان الصهيوني إن شاء الله. دكتور محمد، ذكر أستاذ حسين أنه لو توقف الدعم الأمريكي ويعني الغربي للكيان ممكن نطلق عليه هذا المصطلح ونقول فعلا هو هش وهو ضعيف، ممكن يتوقف الدعم الأمريكي والغربي؟ أنا لا أعتقد أنه الدعم الغربي والأمريكي يتوقف، لأنه هذا يعتبر نهاية لأمريكا ونهاية للغرب، لأنهم هم يعولون على وجود هذا الكيان في هذه المنطقة التي تعتبر أغنى منطقة بالعالم وأفضل منطقة بالعالم، ولذلك يحاولوا أن يكونوا مسيطرين عليها من خلال الكيان الصهيوني، لأنه عندما زرعوه في عام يعني 1948 كانت هناك مآرب، وهذا من ضمنها المآرب هو الوصول إلى المياه الدافئة والسيطرة على كل ثروات هذه المنطقة والسيطرة حتى على شعوبها لكي لا تنهض، والدليل على أنه هذه الشعوب ما زالت متأخرة ولم تصل إلى ما وصل إليه العالم رغم الثروات والأموال الطائلة التي تحصل عليها. إذن هذا الكيان ما دام موجودا إذن هناك دعم، وهذا الدعم مستمر لا ينقطع، لكن في حال إذا كان هناك اتفاق إسلامي عربي
إنساني من قبل بعض الدول الأخرى أن يوقفوا الدعم اللي نستطيع يعني النفط والثروات وسحب الأموال من البنوك الأوروبية والبنوك الأمريكية. من الممكن أن يسيطروا ويجعلوا من هذا الكيان ضعيف وهش، لأنه لا يكون هناك دعم ما دامت الأموال تسحب، وأيضا يعني الثروات النفطية التي هي تعتبر منبع كبير جدا لا تذهب إلى أمريكا ولا تذهب إلى أوروبا ولا تذهب إلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني. نعم. من الممكن أن تتوقف تلك الأسلحة وهذا الدعم الذي تحصل عليه. إذن نحن نحارب بأموالنا، نحارب أموالنا التي تأتي بأسلوب آخر، تأتي بمعدات حربية، وهذه نعم. المعدات التي ذكرها أستاذ حسين هي معدات كبيرة، يعني نستطيع أن نقول جسر جوي وطويل وكبير، هذا الذي يبعث كل الأجهزة المتطورة من الأسلحة. ونحن نعلم هناك أسلحة أصبحت ليزرية وغيرها من الأسلحة الكبيرة التي لها التأثير المباشر على الأهداف، وهذه كلها تزود بها إسرائيل. إذن يفترض أن تكون هناك دعم حقيقي للمقاومة، وأيضا التكاتف فيما بين الدول الإسلامية والدول العربية على أن توقف تصدير النفط والأموال تسحب من البنوك، هذا من الممكن، لكن أنا أعتقد لا يكون ولا يستطيعون أن يعملوا، لأن الحكومات غير الشعوب، الشعوب هي مساندة ومؤيدة للقضية الفلسطينية وللمقاومة، لكن نحن عرفنا ورأينا عندما كانت الطائرات المسيرة والصواريخ جاءت من الجمهورية الإسلامية، كانت إحدى الدول العربية التي هي الأردن ساهمت، وأيضا مصر كان لها رأي في هذا الموضوع، أنهم لو كانوا هم من ضمن المنظومة لكانوا تصدوا لهذه الصواريخ. إذن هناك من يحمي الكيان الصهيوني، هو يحمل الجنسية العربية ويحمل الجنسية الإسلامية، لذلك هناك خيانة، وهذه الخيانة كبيرة، وهذه هي التي أمدت طول الفترة التي فيها الكيان الصهيوني منذ عام 1948 ولحد الآن، هذه 75 عام ودخلنا بال 76 ولم يتحقق شيء. لكن ما دام هناك نفس عربي شريف حقيقي متمكن أن ينهض بوجه هذا الكيان، سوف لن تستمر إسرائيل وسوف يقضى عليها، وهذا ما نأمله. ونحن أصحاب يعني الرأي الذي يقول أن هناك من سوف يساعد على هذا، وإن شاء الله سوف يكون هناك دعم حقيقي للمقاومة الإسلامية لتثبت وتكون هي المسيطرة وتقضي على كل ما من يريد أن يمحو هذا التاريخ الفلسطيني والفلسطيني. نعم أستاذ حسين، يعني قراءتك لنهاية عملية طوفان الأقصى؟ النتيجة واضحة، يعني من خلال المعطيات أنه لا سبيل أمام إسرائيل سوى القبول بوقف القتال، وهذا شرط أساسي بالنسبة للمقاومة الإسلامية الفلسطينية. أيضا لديها أسرى، وهؤلاء الأسرى يضغطون بشكل كبير، يعني داخل يعني بشكل ورقة ضغط كبيرة بالنسبة للفلسطينيين داخل الكيان. اليوم التظاهرات موجودة داخل الكيان وخارجه، كلها تطالب بضرورة عودة، أن تكون هنالك عملية تبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضا فك الحصار. هذه صار فترة طويلة نسمع أنه لا ننسى المظاهرات في أمريكا التي تطالب بإيقاف هذا النزيف الدم الذي يحصل. نعم أعتقد هذه حتمية، هذه الشروط الثلاثة اللي ذكرناها هي نتيجة طبيعية، لأنه لا يمكن القبول، يعني مهما طالت المدة قطعا سوف يكون هنالك وقف للقتال. عدم وقف القتال حتى هذه اللحظة لأنه سوف تكون بداية نهاية الرئيس الوزراء الرئيس الإسرائيلي نتنياهو، بمجرد ما أن توقف هذه العمليات العسكرية سوف يتم إقالته وسوف يتم محاسبته، وبالتالي هو يحاول أن يكسب الوقت من خلال هذه العمليات حتى يجد فد ذريعة معينة أو يعمل على متغيرات ممكن أن تكون مسعفة له ببقائه في السلطة. وهو الآن طبعا يحاول قدر الإمكان من خلال اجتياح رفح، هو يحاول أن يلبي طموح اليمين المتطرف اللي يشكل هذه الحكومة والداعم له بالكابينة العسكري الحربي،
هو الآن ينفذ رغبات هؤلاء المتطرفين، لكن الكل يعرف أنه الذهاب مع هؤلاء سوف يعني يشكل خطر كبير على الكيان الصهيوني. اليوم لاحظنا كما ذكرتم أن هنالك تظاهرات الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، كل هذه مؤشرات على وهي طبعا أغاظت الكيان الصهيوني بشكل كبير. مع الأسف طلبة الجامعات بأمريكا كان لهم موقف مشرف بخلاف موقف طلاب الجامعات العربية والعراقية على أقل تقدير، يعني عدم التفاعل مع هذه القضايا، تخلي يعني المسلمين عن قضاياهم الاستراتيجية والدينية والعقائدية، وتبني الغرب لقضايا بعناوين إنسانية. يعني اليوم بغض النظر عن الجانب العقائدي الديني، اليوم يظهر الكثير من هؤلاء الطلاب وهم صغار في العمر، لكن بدافع إنساني بعيدا عن الأمور السياسية الأخرى يطالبون بوقف قتل الأطفال والنساء. 80% من القتلى هم من الأطفال والنساء، وبالتالي لا يوجد أي مبرر يدعم هذه العمليات العسكرية. أقول هو هذا أنه النتيجة الحتمية لهذه المعركة هي هزيمة مدوية للكيان الصهيوني وفوز ساحق للفصائل الفلسطينية إن شاء الله. دكتور محمد، ممكن التظاهرات لو اتحدت كل دول العالم وأصبحت هناك تظاهرات شعبية من قبل المواطنين ممكن تغير العملية؟ نعم، نحن نعلم هناك مظاهرات قامت في أمريكا وهذه بالجامعات، وأنت تعلمين أن الجامعات هي تعتبر الشيء المهم لتخريج مجاميع من الطلبة الذين سوف يكون قادة للمستقبل، قادة المجتمع. ولهذا نجد أن هؤلاء الوعي الذي حدث عندهم أن هناك عملية استبدادية، عملية إرهابية تقوم ضد النساء والأطفال في مكان من العالم، وهذا المكان كان مغيب، ليس هناك من يوصل ما موجود وما يحدث في تلك المنطقة إلا يعني بصدف. لكن هذا، وأيضا لا ننسى الإعلام الذي عمل عملا كبيرا وكان له الفعل المؤثر، وخاصة وجدنا أنهم قاموا يقتلون الصحفيين والمصورين لأنه ينقل الحقائق إلى العالم، وهذا فتح أعين الناس، أعين العالم على أن هذه المنطقة المظلومة هناك من يتمادى في القضاء عليها. إذن أصبحت مسألة رأي عام دولي وليس مسألة خاصة لا تخص الفلسطينيين فقط، وإنما تخص العالم بأجمع العالم الإنساني. وهنا هذه المظاهرات من الممكن أن تغير ويكون التغيير. لا ننسى المظاهرات التي داخل إسرائيل، لأنه في تل أبيب وفي المناطق التي تابعة لإسرائيل هناك مظاهرات مؤثرة، لأنه هؤلاء وجدوا أنهم كانوا يشعرون أنهم يعيشوا في أمان، في بحبوحة، في متنزه، لكن عندما بدأ القصف عليهم وصارت المقاومة هي تعمل عملها الحقيقي أصبحوا هؤلاء مرعوبين. ووجدنا الهجرة المعاكسة التي أن الفلسطينيين الإسرائيليين الذين أتوا إلى فلسطين كانوا يأملون أن يعيشوا فيها طويلا، لكن شعروا أنه لم يكن هناك أمان. إذن المظاهرات وهي فعالة جدا وأسقطت حكومات المظاهرات. لا ننسى في مصر كيف سقطت الحكومة في مصر مرتان يعني سقطت الحكومة المصرية بسبب المظاهرات. إذن المظاهرات لها تأثير فعال ومن الممكن أن تغير البوصلة ويكون لصالح المقاومة الإسلامية في فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. يعني وصلنا إلى نهاية التغطية بدوري، أشكر أستاذ حسين الكناني عضو شبكة الهدف، شكرا لانضمامك معنا، وشكرا لدكتور محمد الكهلاوي خبير أمني وعسكري، وأكيد شكر موصول لدكتور أمجد شهاب الناشط وأستاذ العلوم السياسية من فلسطين، وأيضا شكر لكم أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء.